خلال زيارة رسمية لوزيرة التربية بولاية معسكر، عبرت التلميذة زينب غسول البالغة من العمر 8 سنوات عن تأثرها الشديد بالوزيرة وحلمها أن تصبح مثلها في المستقبل، خلال لقاء جمعها رفقة زميلاتها، والتغطية كانت لي غنية. أشكر الوزيرة كثيرا على استدعائها لي لنشر كسوبيم. لقد ألفت 3 كتب، أولها بعنوان بدايتي، وهو يحكي عن عادات وتقاليد الأسرة الجزائرية وطفولتي ونجاحاتي، وأريد أن أشارك بهذا الكتاب في مسابقة أقلام بلادي لهذه السنة، وأنا في طور كتابة كتاب آخر بعنوان روح البطولة، وهو في مجال التنمية البشرية، وهو يحكي عن الإرادة والطموح وعدم اليأس، وأنا في طور كتابة كتاب آخر أيضا بعنوان الأمل، وهو يحكي عن فتاة فلسطينية يتيمة تدعى أمل، وسميته بعنوان أمل لأنه يحكي عن أمل فلسطينيين للحرية. نشكرها على الموقف الذي تطرقت إليه اليوم، وهو أنها استدعتنا إلى زيارة مقر الوزارة إن شاء الله بالعاصمة، وأنها أرادت أيضا أن تنشر لنا ما كتبنا من قصص وأشعار.